يسعدنا الآن أن نرحب ضيوفنا اللي انضموا معنا في الاستوديو الفنان محسن الشهري. أهلا وسهلا فيك وعيدك مبارك وكل عام وانت بخير. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير والأمة الإسلامية بخير وسيدي خادم الحرمين الشريفين بخير وصحة وسلامة. هذا القائد العظيم الذي انحنى ظهره لتستقيم أمة، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العيد علينا وعلى المسلمين وعليه باليمن والبركات والمسارات والانتصار. آمين. وأكيد نرحب بضيفتنا الممثلة الصاعدة ميلا الزهراني. هلا وسهلا وعيدك مبارك، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير يا رب، وكل عام وانتم بخير والأسرة المالكة بخير. أهلا وسهلا فيك وجميع الأمة العربية. أهلا وسهلا فيكم، احنا سعداء والله بتواجدكم اليوم. طبعا ميلا الزهراني وجه جديد على الساحة الفنية، طبعا طلعت في أعمال بس برضو احنا يعني ان شاء الله نشوف لها اعمال قادمه وجديده، ودائما احنا نقول عصر المراه وندعم المراه وخاصه بنات الوطن اللي يستاهلون اكيد كل الدعم. محسن الشهري كان لي لقاء انا وياه قبل 10 سنوات والله المستعان، ها دارت الايام وتقابلنا الحين. خليني اسالك عن حضورك الفني، كيف تشوف الناس يسالون عنك في غيابك، يسالون عنك في اعمالك الجديده، حكينا شوي. يعني اول شيء من اجمل الصدف اني اقابلك واقابلك. اهلا وسهلا، الله يسعدك، واحنا نفتخر فيكم ككوادر سعوديه واجهه لاهم قناه واهم اعلام يعتبر اعلام حكومي يقدم ماده يجب ان يشاهدها كل بيت بكل ما يحترم عيون المشاهد. والله الاعمال موجوده، لكن انا ما اعرف، بس اقول انه يجب ان يكون الحضور من أجل ماذا تقدم وليس من أجل الحضور في أي شيء. يعني دائما فيه الوحل لما تشوفه يشدك إذا كانت فيه وردة رغم أنها في بحر. فإحنا دائما، أنا ما أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم عن دائما يجب أن نحرص على جمال الحضور ومتى نحضر وكيف نحضر. أما الحضور اللي غير مبرر، أنا أعتقد أنه هذا مضر. من الأشياء التي شوي ضايقت في الحضور أنه أنا سمنت شوي، وكثير كان يقول لي أنت سمنان أنت سمنان. مو واضح يعني، مو مرة يعني، والله ترى الثوب وسيع. طيب أوكي، شكلك مثل دور وانت لابس مثل. لا والله شوف، أنا أقول لك اللي يبي عافيته ترد يبطل دخل. أنا لي 5 سنين بطل الدخان الحمد لله، فيوم بطلتها بديت أدق في ذا النعمة بطريقة مو طبيعية. فتحت الشهية وسد، تحفز الناس أنهم ما يتركون لا لأنه دائما يبغى يسخن الدخان. المدخن طبعا غير أنه يترك الدخان ويكون رياضي. أنا خلني أقول لك، المدخن طبيعي تلقاه نحيل، تلقاه ضعيف وصدره يكح وحالته صعبة، فنادر ما تلقاه مستصح، وإذا صار مستصح تلقى فيه الأمراض. فأنا بيني وبينك الحين ان شاء الله احاول اوزن ما بين هذه وبين هذه، تروح للجانب الصحي. اي باذن الله. طب ميلا ننتقل لك، انت ما شاء الله شاركتي باكثر من مسلسل، انت وجه صاعد وجميل للجيل الشابات السعوديات اللي نفتخر فيهم. شاركتي بجنوح، شاركتي ببشر، وشيرشات اخيرا. ودي احكي عن شيرشات، خاصه انك صدمتي في الحلقه، دخلتي في الجدار في الرصيف. كيف كانت مشاركتك في هالحلقة تحديدا اللي بتكلم، وهل انت تأيدين ذا الشيء انه الوحدة لو ساقت حتدخل الجدار ولا شو السالفة؟ لا انا عندي وجهة نظر مرة مهمة في الموضوع. بالنسبة لمشاركتي في شرشات انا جدا فخورة فيها، كان جدا يعني الجروب كلها ناس زي العسل، كان التعاون. انا ما شاركت في حلقة واحدة، في اكثر من حلقة، تقريبا 6 حلقات، فكانت كل حلقة يعني تضيف لي شيء يعني انا حبته، وكنت جدا مستمتعة بالعمل. بالنسبة لحلقة السواقة، هذا كانت يعني شيء كوميدي في الحلقة، يعني ما كان شيء اساسي انه احنا نتفاول علينا. اي اكيد طبعا. بعدين وجهة نظري من موضوع السواقة انه لا، انا اتوقع ان البنات بيسوقون افضل بكثير من الاولاد، لان عندنا الشباب مو كلهم تدربوا بانفسهم مع اخوانهم اصحابهم، لكن البنات بيدربون بطريقه صحيحه، فهم متوقع انهم بيكونوا نظاميين اكثر. يعني ابدا اللي شفتوه يعني بالحلقه رخصه على المعايير يعني عالميه، مو زينا اخذ الدتسون ولا السياره حقتي هذيك ولا جدك وتتعلم فيها. بيكون بعكس اللي في الحلقه. عبد الله يعني كمان في المسج وصلوها في نهايه الحلقه انه لا، مو مثل ما تحسبونا انتم يا رجاجيل انه احنا ما احنا بساقين صح، لا احنا حنسوق صح وحننضبط صح.
وبرضه الناس انا ما اكيد هذا اللي بيصير، هذا اللي بيصير لانه حتى اصلا الشباب برضه محسن توافقني ولا افزالي افزالي؟ لا انا شايف في تحيز، انا شايف في تحيز مو صحيح. يعني مشكله القياده او ترى بغض النظر انها فن تراها مخاطره. طبعًا. يعني انا اذكر تعلمنا يوم جينا نسوق يقول اعتبر كل الناس مجانين وانت الصاحي، وانت الصاحي صحيح. لا تقول والله هذا شافني بيلف عني يمين، لا تقول هذا ما ينتبه لي، لا فلا يا اخي مو بصحيح. يعني انا اقول طبعا احنا نبارك هذا القرار وهو ان شاء الله قرار يعني في مصلحه كل انثى طبعًا. في هذا البلد طبعًا. اللي احنا نقدرها ونحترمها، وهذا قرار كان في وقته صح. لكن انا اعتقد انه اللي بتفكر انها تسوق اعتقد انه يعني الركاده زينه، يعني انت يعني ثقه تامه انك تبي تمشي في الشوارع بتشوف مشاغل مو بسيارات وبتشوف اضاءات وبتشوف، فكل راح يعيش تتدرب صح ويكون في رويه، يعني تتدرب صح شوي شوي، يعني كل مشوار بسيط ما يصير في مناظر زي اللي سوتها ميلا. لا لا الله يحميهم، احنا نقول الله يحميهم، لازم انتم تساعدونا بعد. يعني هو في النهايه الرجل حتى المعرض يعني لهذا الله يحميهم. هذا اللي احنا انا ابغى اسال ميلا، يعني بما انك فتاه سعوديه ودخلتي في مجال التمثيل وفي بنات يعني سعوديات كثير دخلوا في المجال، كيف شفتي دعم المجتمع لك وكيف شفتي تفاعلهم معك؟ انه مثلا اول ما طلعت ميلا الزهراني ايش كانوا يقولون؟ ايش كانوا يرسلوا لك؟ ايش الوسط اللي انت عايشه فيه؟ للامانه كان في تخوف، انا دخولي للمجال كان صدفه تماما، يعني فكان في تخوف انه لا الوسط الفني اللي كنت اسمع عنه كلام انه مو مثل ما شفت انا، بالعكس شفت كل احترام تقدير دعم الناس. يعني توقعت انا انتقادات، توقعت سب، توقعت يعني الحمد لله الى الان ما واجهت هذه الاشياء. جميل جميل. الحمد لله. بالنسبه لمشاركتك استاذ محسن، يعني انت تفضل انك انت دائما تشارك مسلسل واحد في السنه ولا لا؟ لا هو اكون صادق معك، يعني هذا اللي نشوفه انك انت كل سنه لك مشاركه. هل هذا افضل بالنسبه للفنان بيكون؟ والله شوفي انا اقول اذا الفن عمره ما يكون تجاره، او انك تشتغل ثلاث مسلسلات عشان تبني ملحق في البيت، انا اشوف الناس يعني صادق. مع احترامي لكل شخص يعني تفتح او تشتت المشاهد وهو يتابعك هنا دور وهنا دور. اي انا كيف اكتشفك كفنان؟ اي يعني لما تشوف في دور هنا في، انا خمس سنين ما اشتغلت فيها من رغبتي وفيها لا والله، يعني لاني كنت برا فكان في، لكن في اشياء لا تحس انها لا مكرره. في ناس تشوفه في المسلسل ذا وفي المسلسل ذا تحس انه هو خلص من هنا راح من هنا خلص، يعني نعم على ما قال عامر حمود يقول بعضهم يتروش في الطياره من كثر المسلسلات. فتستغرب. اتذكر هذه الظاهره انا، وانا اكون صادق معك، يفقد بريقه لما يشوفون الناس حتى اداء ما راح يكون نشيط، يعني ما في لما يكون عنده مركز على شغله ما في تلوين. وفي نقطه مهمه ويمكن الكثير يجهلها، الفنان الكوميدي، انتبهوا الفنان الكوميدي ترى ينتهي بسرعه اذا يحرق نفسه، اذا كبر ما عاد يقدر يعطي مهما كان، وهذه نظريه معروفه. لاحظ أبعطيك مثل، لاحظ الان الاجيال اللي من نجومنا ترى اشطحوا تراجيديا كثير كثير صح. طلع يعني شوف ناصر، شوف عبد الله في بعض الحلقات. ليه؟ هذه خطوره الفنان الكوميدي لما تكون انت كثير، لانه وقته بسيط. لكن تراجيدي لا، شوف يحيى الفخراني ودك تنتظر في رمضان. فهنا انا اقول خلي ظهورك البسيط، وقد تدخل ترى في معركه فنيه مع الجمهور. لانه سبحان الله تركيبه الوجه او تعامل خلاص الرياكشنات أيوة الوجه خلاص. ما عاد يقدر يعطيك، فتلقى الفنان الكوميدي لا شوي ايش بدا بريقه صح. لذلك انا اقول وانا ودي شبابنا بس يهتم وين يطلع وين يروح، ولا يعيش على كاركتر واحد، ينتقي يعني يعرف ينتقي صح، انتق لانه هذا الفن، لانك انت تدخل صح. البيوت الناس غصب عنها يشوفونك غصب، فتعرف لما تكون جمال حضورك ولما يكون انت عارف والله تحترمك الناس، ان شاء الله حتحترمك لكن عارف التأثير. بس انت خمس سنوات ولا مقطوع كلامك محسن، انت خمس سنوات كثير انك بعدت عن الشاشه، واوكي نقدر وضع انه انت مسافر الى امريكا وغيره، بس ليش كيف لما رجعت للشاشه؟ والله كيف حسيت حماسك؟ انا اتمنى ما يزعلون معي مني، يعني هي تقريبا قطاعة صارت مع السوشيال ميديا. يا اخي الحين واحد يصور عند اشاره يرقص يشتهر صحيح. اللي بشهره بيلاقي، يعني عارف الموضوع واحد يطلع والله يبغونها سريع سريع، يبغون الشهره والمال بسرعه بسرعه. وش القيمه؟ اقول لك واحد كان يرقص، يعني واحد يا اخي غنى
صامولي صار المشاهدات 80 مليون. هل تقبل مع احترامي لهذا الجمهور؟ لكن هذا مش الطموح. هذا مهرج اللي انت راح تؤدي له رساله. هذا مهرج وهذا فنان في فرق يعني معلش. فانا اقول لك فدخل هذا الجيل احنا نحترمهم بالعكس نؤيد، لكن انا اقول التوجيه مهم. صح. بل بعضهم استغلوا في بعض القنوات اليوتيوبيه يجيبونهم ضيوف ورطوهم ودخل. يا اخي الفن قيمه. صح. ايش رايك؟ هو الفن قيمه ويمكن اذواق الناس. انا بسال ولا مقطع كلامك ايمان، ايش رايك في الجيل الجديد؟ دع ما اكبرك بس ايش رايك في ميلا وصديقاتها اللي طلعوا الحين؟ والله والله شوف يمكن هذا السؤال انت اكرمتني فيه وليتني استحقه. يعني لست باهلا ان اقول يعني من زمان في الساحه إيه، لكن يعني انا اقول لك والله يعني شوف هذا الجيل عنده شيء ويبغى يقدم شيء، وإن شاء الله يعني حتى أنا شفت ميلا اشتغلنا مع بعض بالعكس والله كانت يعني حضورها قوي وعندها حب، لكن أنا أقول في سرعة إلى درجة يا أخي بعضهم يا أخي الدور نايمة بس معها مكياج شلون ما في يعني ما في يعني نايمة ومتمكج إيه المكياج صحيح مكياج عارف بعضهم طبعا عارف هذه فقدة التوجيه. صح. في مخرج أنا الآن أؤمن أنه هذا العمل أو هذا الاستوديو في مخرج خلف الشاشة. أنا أعتقد المخرج لو شاف في شيء هنا على الثوب بيقول لك في الفاصل نبهه ترى في شيء هذا. طيب انت يا مخرج قبل يطلع هذا المنتج وقف يا اخي اللي جالس يصير خطا. الالفاظ اللي جالس تطلع من بعض الفنانين مصيبه يا اخي ان يعني تطلع لازم يكون في مراقبة يعني وبالذات انا اتكلم عن اذا كانت القناه حكوميه قناه تمثل دوله تمثل بلد واي بلد. صح. هل برايك في اخطاء كثيره منتشره مثل كذا؟ إيه لأنه شوفي يا إيمان إذا صار أي. الفن مهنة من لا مهنة له توقع كل شيء ممكن يحصل مثلا كل شيء توقع لأنه خلاص والله فاضي تعال مثل فاضي تعال أخرج. وبعدين ترى بعضهم تدرج غنى ما زبطت صار مذيع ما زبطت صارت مذيعة ما زبطت صارت بعدهم إذا أيس الظهور صار مخرج بس مسرحيات الأمانة يبغى يكون متعدد الأدوار ناشب لكم موجود على الساحة من تابعون لغصب من عليكم مو صحيح هذا. طيب بس عشان كذا برأيك بيكون في انتقادات أحيانا لاذعة في تويتر. خليني أسأل ميلا أسأل ميلا وبعدين أرجع لك السؤال. الانتقادات اللي بتحصل جراء هذا الشيء اللي هو أنه واحد فعلا بس يبغى يطلع هنا ويطلع هنا ويتعدد في الأدوار ويبغى الشهرة ويبغى ايوه شوفي بصراحة أنا من وجهة نظري إن الشهرة أسهل شيء ممكن الواحد يلاقيه. طلع نفسك بكل مكان استبثر تسامج تنشر صار كذا النظام. فإحنا يعني لما ننتقد أو نشوف أعمال خاصة الأعمال يعني المسلسلات لما نشوفها وننتقدها ودنا إنها تكون أفضل. ففي انتقاد ما له داعي يعني انت تجرح انت من تحاس باللي قاعدين يتعبون من تحاس باللي قاعدين يسوونه فاضي يعمل قاعد بعض الناس يعني اي بالضبط. وفي انتقاد بناء في انتقاد انا استفيد منه انا بيفيدني انه انا احسن من نفسي. والنقد البناء هو الاهم اعتقد الاهم اكيد. شوفي انا بكون معك صادق ترى ما في احد عمل ويبغى يفشل اكيد. صح. يعني ما في انسان طلع عمل اي فنان اي انه هذا العمل يدور النجاح خلوه لا بس تعرف ترى دائما يا علي النجاح له ضريبه. لكن يا اخي الاشياء اللي انت تشوف ان والله ما لها سنع ما لها سنع يعني والله بعدين يعني انا اقول للجيل الجديد انتبه ان تشتهر على حساب دينك او حساب وطنك ترى هذه مساله خطيره. صح. او حساب تاريخ لهذا البلد العظيم اطلع ومثل لا يا اخي القضيه ما تطلع تصور معي لا بعدين حتترتب عليها. وفي بعض المسلسلات طرحت للاسف يا اخي إن كانوا يقصدون فيها قصة فهناك للقصة بداية وعقدة ونهاية. صح. لكن إنك تؤرخ لماضي وتعمم هذا مو صحيح بالضبط. أنا وافقك الرأي مليون في المئة بعد وهذا مفروض يراقب أكثر. خليني أرجع لك ميلا مين اكتشفك؟ مين يعني احنا ما عندنا احنا جامعات تخرجنا مثلا فنانين ممثلين او موسيقيين. صحيح. في المقابل يعني ميلا واللي طلعوا من الجيل الجديد فنانات يعني ما شاء الله. مين اكتشفك؟ مين اللي قال انت تصلحين فنانه؟ انا اكتشفت نفسي. بدايتي كانت صدفه وكان انا كتبت بنفسي يعني للاستاذ اسام القس فهو الشخص اللي قال لي لا تعاليني. انت قلتي انا كذا بصير ممثله؟ قلت لا اي بجرب ادخل في المجال التمثيل يعني. فقال لي ليش لا؟ بعدها بفتره اتصل علي على عمل بشر
وشاركت فيه، يعني كان بدون أي سابق تدريب أو تجربة أداء أو حتى أي شيء. أي شيء. بس أنت بطبيعتك بحياتك العادية يعني ما عندك ميول للتمثيل أو إلا صديقاتك أنك أنت شوية فني تلعبين عليهم تطقطقين عليهم؟ لا أنا كذا، أنا بطبعي أساساً أحب أمثل بحياتي العادية، يعني حتى مع أهلي مع صحباتي. قد صار معك مشهد تمثيلي في الحياة الواقعية أنك مثلتي على أحد ومشى معك؟ كثير. ايش اكثر كثير يعني ممكن يعني الناس اللي ما اعرفهم ممكن اكون شخصيه مختلفه تماما عن شخصيتي، اكون احد ثاني مختلف تماما. هذا من قوه ما هي ما شاء الله مبدعه ما شاء الله. طيب ميلا بسالك، يعني انت الحين كل الادوار تمثلينها ما عندك مشكله؟ لا يعني ادوار اللي ما تتجاوز يعني حدود مجتمعنا. أيه اكيد هذا لا بس انا اقصد هذه طبيعي اكيد يعني. لكن اقصد يعني تكونين دور شريره تتقنين الدور. ان شاء الله انا ما جربت بس ان شاء الله يعني عندي ثقه انه انا اقدر اكون كل. جميل جدا. طب لو سالتك استاذ احسن، يعني مع الابداعات هذه والمواهب والطاقات الشبابيه الموجوده السعوديه في التمثيل والفن، مو المفروض تلقى او نلاقي يكون تجمع هذه الطاقات المواهب تحت سقف واحد تخرج هذه الطاقات تدعمها اكثر؟ والله ان شاء الله انا اللي اسمع انه ابو محمد الاستاذ داود شريان نوجه له تحيه انه في توجه لهذا الموضوع. واعتقد انه فيه هالمواهب اللي موجوده، وانا سمعت خبر انه حتى الفنيين والمخرجين وذول كله فيه. لكن أنا أقول يا أخي ليش ما نتحمل بعضنا شوي؟ ترى إحنا ما عندنا معاهد يا أخي، إحنا محتاجين نحب بعضنا. يعني أنا ليش أزعل لما عبد الله يبدع ولما إيمان تأخذ برنامج؟ ليه؟ يا أخي صدقني أنت ما قسمتها، اللي قاسمها الله سبحانه. من فوق والمبدع راح يبدع. يعني في كثير من الناس ما أبدع ما احتضنته بيطلع برا بيروح أي قناة. بدون ذكر أسماء والله أنا أعرف لاعبين وأعرف فنانين وأعرف مذيعين والله يا لمعهم الإعلام سنين. المشكلة فيك ما هو في الإعلام، المشكلة أنت ما عرفت وين تروح. بالنسبة لو السؤال اللي كلمتي فيه ميلا التمثيل وكيف تكتشف نفسك، على فكرة ترى كلنا نمثل. أنت تتوقع أن هذه حياتي طبيعية طوق الدنيا؟ لا ولا إلا بالعكس مرسم 24 ساعة بيتنا لا طبعا إلا بالعكس جالس أختار أجمل الجمل وجالس أختار أجمل الابتسامات وتشوفني كل شوي مغير شماغي وحط شماغي. ضروري نمثل في حياتنا. ليه نمثل؟ شوف فرق يعني، هو شوف احنا ما نمثل مو تمثل عشان نكذب. لا ايوه مو منافق. احنا على ما قالوا انا لا اكذب ولكنني اتجمل. صح نطلع يعني الوجه الزين. اي لا لا تحتاج انك ايش كل لانه انت تعرف في مشاهد كريم فيجب ان تحسن لكل مقام مقال. اي لقاء يعني مش مقبول انه والله جايك واحد مثلا حاط رجل على رجل. صح ايش هنا تعرف هنا تعرف كيف تعرف في اساسيات ما جالسه اتعلم انا جالسه استفيد دروس. لا لا كلنا نستفيد لانه انا اقول لك هذا الجيل اللي احنا محتاجه. على فكره بعض البرامج اللي جالسه تطرح في اليوتيوب واليوتيوب وانا اعرف كثير منهم وين انزلقوا بعضهم؟ ترى اخذوا شهره واسعه راحوا في طريق اساءوا لهذا البلد ولهذا الجمهور اللي تبناه. لا صح رغم اساءتهم الا انه البلد عنده استعداد انه يحتضن هذا الموضوع. يلا ان شاء الله انا اقول هذا الجيل يجب ان نحتضنه ان شاء الله على يد الفنانين الكبار اللي عندهم نفس توجهك يا محسن. وانت برضو على يدكم انتم وقدموا الافكار هذه موجوده ما يقصر. وعلى يدكم انتم يا استاذ عبد الله على يدكم لما تستضيفونهم تعطونهم الثقه في انفسكم. لا اكيد ان شاء الله ابشروا. وميلا ايش رايك في كلام محسن؟ يعني اتفق معاه تماما، احنا نحتاج ناس تعلمنا ناس تنصحنا. انا احس انك مو مندفعه للفن يا ميلا، احس انه في خطه تمشين عليها. بعض الفنانات تدخل وإذا اشتهرت ممكن تنغر أكثر وتبدأ يعني تروح يعني عشان تصير فنشيستا وتسوي. أيوة بالضبط. أنا أحس ميلا لا لا أنا ماني حابة أدخل كل عمل يعني للأمانة. العمل اللي أشوف إنه مناسب مناسب بشارك فيه بدون أي تردد. العمل اللي مو مناسب ما عادي، الحياة قدامي يعني يمديني. يمديك هذا هو الصح إنك تنتقي العمل بشكل صحيح. استفدتي من مشاركتك في شير شات؟ جدا استفدت نصايح أسعد، استفدت الأدوار اللي أعطوني إياها واللي غامروا فيني فيه وأعطوني إياها. هذا الشيء بحد ذاته أحسه يعني الحمد لله إنجاز، يعني غامروا فيني بدون ما يعرفوني. تستاهلين، غامروا فيك بس قد التحدي ما شاء الله عليك ونجحت يعني. ما نمدحك هنا لأجل مدح، الناس يمدحونك مو كلامنا. أنا شاكر لك يا محسن الشهري الممثل العذب، يعطيك العافية على الحضور. خلصنا كذا خلصنا. وبرضه ميلا الزهراني يعطيكم العافية، وإن شاء الله نشوفكم في عمل.
ترى نصلح نمثل انا وامام بس ما تبنى والله وبالعكس ترى على فكره ترى المذيع مهنته اقوى من مهنه الممثل. الله يسعدك. المذيع عنده اساسيات يمشي عليها. الممثل عيد 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 لين تضبط. الله يعطيك العافيه. انا بس اسمح لي اوجه تحيه لهذا البلد شعبا وحكومه وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين. هذا البلد اللي في الحج الجنوبي ابطال وبعد فتره رجال في الحج. فاحنا على كل الجهات الحمد لله نؤدي هذه الرساله. من ضمنها احد الاخوان في روسيا يقول احنا في روسيا ندور مترجم اساس يترجم لنا وين نروح. في هذا البلد خصص لكل حاج رجل امن يتكلم بلغته حتى يرشده. فنقف احتراما لهذا البلد العظيم خلف قائد عظيم كما ذكرت في البدايه انحنى ظهره كي تستقم أمة. فأسأل الله عز وجل أن يديمه لنا ويديم راية العز علينا. والحمد لله على الأمن والأمان. شكرا لكم على هذه الاستضافة. وسلامات على الجرح اللي في يدك. لا هذا طقم مع الثوب. لا جرح صار مجازا. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم. مشكورين على الاستضافة. على طاري التمثيل أنت قد أحد قال لك تعلمت؟ إي تجيني عروض أنا بالساعة أعتذر. لا والله جيت أتكلم. لا أمزح والله ما والله أنا ترى قد قالوا لي تعلمت. والله كويس طيب. أنا ليش مثل ما تمثلين؟ ليش ما كثيرين ترى يحولون من هنا؟ أنا عادل إمام كلمني قبل فترة مثل ما أمينة في كلمة أخيرة حابة تقولينها للجمهور. حابة أشكر استضافتكم، حابة أشكر أستاذ محسن على نصائحه اللي دائما يعني يعطيني إياها، وحابة أشكر فريق شيرشات شخص شخص من المخرج لأصغر فنان لأنهم قدموني بطريقة اللي أنا كنت حابة إني أطلع فيها الحمد لله. وبس مشكورين. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك وعيدك مبارك علينا الزهراني استاذ محسن الشهر. يعطيك العافيه على وجودك معنا وكل عام وانت بخير.